رئيس الجهة أستاذ عمر مورو، السيد رئيس مؤسسة دار المناخ المغربية أستاذ حافي، السيدات أستاذات الوزراء المحترمين، السيد السادة أستاذ العلمون، السيدات والسادة رؤساء الجامعات المحلية وكذلك رؤساء الغرف المهنية، السيدات والسادة أعضاء الجهة، السيدات والسادة المشاركين من كل أنحاء العالم، حضرات السيدات والسادة، أود في البداية أن أشكر السادة المنظمين على تفضل الاختيار موضوع الآفاق الترابية لتعزيز رابطة مع الطاقة والأمن الغذائي، وهو الموضوع الذي يكتسي أهمية غالية بالنظر إلى التحديات المرتبطة بهذه القطاعات في ضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تعرفها البلاد. وأنا جد سعيد أن أكون معكم اليوم في هذه الجهة العزيزة علي التي أنتمي إليها، وكذلك أن أرى التقدم الذي حصل في إطار التوجيهات الملكية بخصوص العمل الذي تقوم به مؤسسة دار المناخ المغربية بعد مؤتمر المناخ كوب 22 واللي كان الكوب ميد هنا في طنجة واللي عطى انطلاقة ديالو جلالة الملك في هذا المجال. أريد كذلك أن أؤكد أن كما تعلمون اليوم مع الأزمة الوبائية التي عرفناها وكذلك الأزمة الناتجة عن حرب أوكرانيا، قضية السيادة رجعت الواجهة، وجلالة الملك أكد، جلالة الملك محمد السادس رضي الله أكد ودعا إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة لتعزيز الأمن الاستراتيجي للبلاد. وحين نتحدث عن السيادة الوطنية ونتحدث عن الأمن الاستراتيجي فنتحدث أساسا عن الأمن الغذائي، عن الأمن الطاقي، عن الأمن المالي زيادة عن الأمن الصحي والمالي إلى آخره إلى آخره. لأن هذه الوحدات تلد هو أساسي في إطار هذا التصور وهذا التصور الهادف إلى عمل على تقوية السيادة الوطنية وكذلك الأمن الاستراتيجي بالنسبة لبلادنا. وبالتالي فالموضوع الذي اخترتموه هو موضوع أساسي بالنسبة لنا اليوم أكبر من أي وقت مضى. حضرات السيدات والسادة، تعلمون في هذا الإطار أن إشكالية الماء فهي إشكالية أساسية وعامل أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما تعلمون منطقة الحياة بالطبع، وعنصر مركزي للاستقرار. وبالتالي من ضروري أن نذكر جميعا ما هي المراحل التي قطعتها بلادنا في هذا الإطار طبقا للسياسات المطبقة طبقا للتوجيهات الملكية السامية. فكما لف عليكم، بلادنا بحكم موقعها الجغرافي تتسم بمحدودية مواردها المائية والتباين الكبير في توزيعها في مكان والزمان. عندنا اليوم كما تعلمون 7% ديال التراب الوطني هو اللي تيتم فيه التهدئات، 55% ديال الإمكانيات المائية، وهذا بالطبع تيخلق إشكالية كبرى في هذا الإطار. ثانيا أنه في هذا المجال ولتفادي هذه الإشكاليات فبفضل رؤية الملكية السادية جلالة الملك منصور له الملك الحسن الثاني رحمه الله، فتمنع سياسة مالية سباقية واستشرافية وهي بعيدة المدى والقائمة على التخطيط وتعتمد أساسا على تهدئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى أي سدود لتخزين المياه خلال فترات أخرى لاستعمالها خلال فترات الخصاص، وكذلك نقلها من مناطق أخرى إلى مناطق استعمال.
وبفضل هذه السياسه المتبصره زاد صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله قوه ودعما وتقويما بادراج البعد المندمج كذلك السيد الرئيس، وتمكنت بلادنا من تشديد بنيه تحتيه مائيه وتشييدها، واللي هي اليوم عندنا 149 سد في بلادنا، وعندنا 16 سد كبير في طور الانجاز، وبالتالي غنوصلوا واحد الامكانيه وسعه اجماليه ديال 24 مليار متر مكعب، زياده على 136 سد صادر اليوم، وعندنا 129 سد جديد اللي عطاتها الانطلاقه ديال الحكومه بفضل التعاون مع الجهات، وزياده على 16 منشاه لتحويل نقل المياه، و 9 محطات لتحليه مياه البحر، و 158 محطه لمعالجه المياه العالمه. وكذلك من الامور الاساسيه التي تم تحقيقها وهو قانون الماء، يتم كذلك تحيينه وتطويره في 2016، واللي كرس التخطيط كآلية أساسية والتدبير المندمج من خلال الأحواض المائية وكالة الأحواض المائية كآلية أساسية من أجل تجنب وكذلك البعد الاستشرافي لهذه السياسة المائية، ونحن بصدد إعداد مخطط وطني للماء إلى غاية سنة 2050 من اجل ان ننخرط في اطار سياسه المدى الطويل وان لا نبقى مقتصرين على المدى القصير او المتوسط. حضرات السيدات والساده، هنا بغيت نرجع لواحد النقطه اللي هي اساسيه وهو الربط ما بين الماء والطاقه. وفي الواقع فهنالك علاقه بنيويه ما بين الماء والطاقه، واللي انطلقت منذ الاستقلال وكانت حاضرة وكما تعلمون، فأولا في أوائل الاستقلال وإلى غاية سنة 1970، فالسدود الكبرى لعبت واحد الدور الأساسي في توليد الطاقة. في التسعينات كانت 71% ديال الطاقة المتجددة هي تأتي من الماء، وهذا تعتبر الاهميه القصوى التي كانت حاضره انذاك. واليوم الحمد لله وقع كذلك واحد التطور في هذا الاطار. اليوم يمكننا نقولوا بان باعتماد السدود المتعدده الاهداف فساهمت في انتاج طاقه اضافيه تقدر 242 ميجا وات، ومكنت مجهودات مدوله في تهيئه الموارد المائيه السطحيه بواسطه السدود المتعدده الاهداف من قدره كهرومائيه منشاه تبلغ 1770 ميجا وات، منها 464 ميجا وات على مستوى محطه ضغط الافرار، وستبلغ 2120 ميجا وات بعد انتهاء من انجاز محطه ضغط عبد المؤمن التي ستكون قدرتها 650 ميجا وات. والهدف كما تعلمون في افق 2030 ان نوصلوا الى 14% ديال الطاقة غتأتي من طاقة كهرومائية، وهذا تدخل معنا في إطار التوجيهات الملكية باش الطاقات المتجددة توصل 42% في أفق 2030 و 52% فيما بعد، إذا كاين واحد المجهود كبير ديال العداد في هذا الإطار. كما أنه اليوم تطوير وتنمية قطاع الماء يتطلب موارد طاقية إضافية، وبالتالي هذا الارتباط العضوي ما بين الطاقه والماء فهو حاضر اكثر اليوم مع التغيرات المناخيه والاشكاليات المطروحه في هذا الاطار. وهنا بغيت نرجع لواحد النقطه اللي حنا اعطيناها الاولويه في اطار الحكومه الجديده الا وهو تحليه الماء. اليوم يمكن نقول لكم بان هنالك مشاريع كبرى في مجال تحليه المياه، وهذه تحلية المياه لا يمكنها أن تكون إلا إذا كانت هناك طاقة متوفرة. وتبين وهذا التوجه اللي مشات فيه الحكومة أننا بغينا نركز أساسا على الطاقات المتجددة من أجل إنجاز هذه المحطة ديال تحلية المياه. لماذا؟ لأنه معلوم الطاقات المتجددة فهي إيكولوجية وتحمي المناخ، ومن جهة أخرى كذلك الطاقات المتجددة فهي تلعب دور أساسي في تقليص تكلفة إنتاج هذه المياه اللي غيتم تحليلها. وعندنا مثال وهو الضغط.
داخلة التركيز على الطاقة الهوائية أو الريحية، ويمكن نقول لكم بأن التكلفة ديال إنتاج الطاقة في الداخل إن شاء الله المحطة اللي تعتبر الطاقة ديالها فهي ستكون نصف تكلفة الإنتاج ديال الطاقة ديال تحلية المياه اللي دارت في أكادير اللي ما استعملتش الطاقة الريحية أو الطاقة المتجددة. وبالتالي اليوم نعتبر كحكومة أنه من الضروري أن نعمل على من أجل أن نصل إلى مليار متر مكعب ديال تحلية المياه، فأن نستعمل أساسا الطاقات المتجددة في إطار سوق خاص بالطاقات المتجددة. وبالتالي فالقانون الجديد اللي هو في دور المصادقة والقانون اللي تشتغل عليه في الحكومة مع وزارة الطاقة فهو سيساهم في أن يكون هنالك واحد السوق خاص ديال الطاقات المتجددة لغيسهل عينها الأمورية، ويمكننا إن شاء الله أننا نقوم بتحلية المياه أولا. وكما جاء في تدخل السي الحافي أننا باش ندخلوا في هذا الإطار ديال التضامن ما بين السهول والجبال، لأنه باش أن الماء اللي هو تناخذه من الجبال يبقى في الجبال ويتم استعماله في المناطق اللي هي الداخلية، والمناطق الساحلية غنستعملوا فيها تحلية المياه، وهذا غيساعد باش يكون هذاك التوازن اللي بغيناه بالنسبة للتوجه اللي هو أساسي بالنسبة لبلادنا، ألا وهو أن نكون في إطار مجتمع متوازن ومتضامن فيما بيننا. بغيت كذلك نضيف أنه اليوم في هذا الإطار وهذا التوجه فنشتغل كذلك على الربط ما بين الأحواض المائية، وبالتالي الربط ما بين السدود. وهذا لماذا؟ باش نقوموا كذلك بتحويل الفائض اللي تيمشي للبحر انه ما يبقاش يمشي للبحر ويتم استغلاله في مناطق اخرى. هذا التحويل ديال المياه فهو كذلك تطلب الضغط. نفس الدفع باش المياه توصل لهذه المناطق. اذا الربط كذلك ما بين الطاقة والماء فهو حاضر بقوة في هذا المجال. وبالتالي احنا تنشتغلوا اليوم على الربط ما بين احواض سبوق وابي القراء وام ربيع وتمسفت، وهذه كذلك مشاريع اللي نطلقنا فيها ان شاء الله في اطار الحكومه الجديده ونعملوا باش انها تنفذ خلال هذه الولايات. وهنالك كذلك بفعل التزايد المستمر للطلب حول مياه الشرب في القطاع، فإن القطاع في علاقة مستمرة بقطاع الطاقة حيث يزداد هذا الارتباط مع مباشرة العمل بمشاريع تسويق العديد من المدن انطلاقا بحال مدينة مراكش انطلاقا من سد المسيرة، مدينة مكناس انطلاقا من سد الريس الأول، مدينة أكادير المنطقة الساحلية رباط الدار البيضاء، مدينة كسيمة وميدان سيدي إفني، مدينة طنطان طرفاية بلميل العيون الداخلة وسمارة وإلى آخره. وهذه يمكن إدماج هذه المشاريع جد مكلفة من حيث استهلاك الطاقة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي وضعتها الحكومة خاصة ضمن برنامج الطاقة المتجددة. إذا بغينا نديروا تحلية المياه في الناظور وفي أسفي وجديدة والدار البيضاء إلى آخره، هذا تطلب كذلك أن نفرض طاقات كاملة باش يمكننا نقوموا بهذا. إذا هذا الربط حاضر في البرمجة، ولذلك ضروري أن نكون في إطار سياسة مندمجة ما بين الماء والطاقة باش يمكننا نحقق هذا الهدف. نقطة أخيرة باش نكمل هذا الجانب الأساسي. اليوم الكل يتحدث في إطار التغيرات المناخية عن ضرورة أن يكون هنالك نجاعة طاقية. نحن نقول أنه من ضروري كذلك أن نعمل أن يكون هنالك احترام النجاعة المائية. والنجاعة الطاقية والنجاعة المائية ينبغي أن نعمل على تطبيقها في كل الميادين. وفي هذا الإطار فنحن في إطار السياسة الجديدة نعمل على العمل على أن نعمل على تقوية تقليص استهلاك الماء والطاقة في العديد من المجالات بحال مجال الصناعة في إطار القانون الجديد، مشروع القانون الجديد يتم مصادقة عليه في الحكومة يخص المناطق الصناعية، فتم إدراج هذا البعد حاضر في هذا المجال. استعمال مثلا
إعادة استعمال المياه العادمة في المجال الصناعي، في مجال الفلاحي إلى آخره، هذه كلها أمور اللي غتساهم في تطبيق هذه الأهداف. وبالتالي حتى لا أطيل، اليوم ما يمكن التأكيد عليه وهو أن من الضروري أن تكون هنالك مقاربة مندمجة ما بين السياسة الطاقية والسياسة المائية من أجل العمل على إنجاز هذا التصور وهذه الاستراتيجية الهادفة، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بإشراك البعد الترابي والجهات، فهي تلعب دور أساسي في المخططات التي سيتم إعلانها، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، فهو يلعب كذلك ينبغي أن يلعب دور أساسي في تطبيق هذا التوجه. نفس الإشكالية مطروحة بالنسبة للأمن الغذائي. الأمن الغذائي أنتم تعلمون بأن الفلاحة والسياسة الفلاحية في بلادنا عرفت واحد التطور مهم مع سياسة المغرب الأخضر واليوم الجيل الأخضر، ولكن من الضروري كذلك أن هذه السياسة الفلاحية أن تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المائية، خصوصا أن 85% ديال الماء معبأ فهو يذهب إلى الفلاحة، لا بكيفية سطحية أو من خلال كذلك الفرشة المائية. وبالتالي نحن نعتبر بأن من ضروري أن نعمل على مواصلة جهود اقتصاد مياه السقي بخفض ضياع المياه إلى أقصى حد ممكن على مستوى شبكة النقل وتوزيع المساحات السقوية، العمل على التركيز على السقي بالتنقيط، اليوم عندنا 700,000 هكتار اللي هما تسقى بالتنقيط، نوصلوا إن شاء الله من 2026 إلى 1,000,000 هكتار، ومن بعد ندوزوا إلى 1.5 مليون ديال الهكتار باش يكون عندنا هذا الاقتصاد في مجال الماء، الرفع من إنتاجية المياه في المجال الفلاحي، احتواء الطلب على المياه السقي وتوجيه التوزيع الجغرافي قصد ملائمة مع كميات المياه المتاحة، هذا أمر ضروري أننا نؤكد عليه، والعمل كذلك على أخذ بعين الاعتبار الفرشات المائية الجوفية والإمكانيات المتاحة في الإيقاع، لهنا بغينا نقولها بكل وضوح، عندنا استغلال مفرط ديال الفرشة المائية. كاين بعض الفرج المائية اللي تتراجع سنويا بجوج أمتار إلى 3 أمتار، وهذا غير ممكن، لأن غدا ما يبقاش الماء. وبالتالي من الضروري أن نقوم بعقود الفرج، وحنا خدامين في هذا الإطار، غنوقعوا إن شاء الله عن قريب عقد فرشة كذلك في المنطقة ديال الرشيدية في بنيب، على أساس أنه يكون واحد التدبير مندمج للفرشة المائية، كل الفلاحة وكذلك الوزارات المالية وكذلك كل المساهمين في هذا المجال، أننا كنا نحافظوا على الإمكانيات المائية المتاحة. وبالطبع هذا يتطلب السيد رئيس الجامعة معنا كذلك أن يكون هنالك البحث العلمي، وأن يساهم البحث العلمي لا في مجال الماء ولا في مجال الطاقة ولا في مجال كذلك ما هو مرتبط بالفلاحة، باش أننا نحسنوا ونطوروا الأداء ديالنا ونمشيو في هذا البعد المندمج اللي غيمكننا إن شاء الله أننا نحافظوا على الثروات، أننا نضمنوا الاستدامة ديال التنمية، وفي نفس الوقت أننا نضمنوا كذلك توفير الخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين والمواطنين وتقوية التنمية الاجتماعية في بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.